بسم الله الرحمن الرحيم. معالي سيد الأستاذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جمهورية مصر العربية، معالي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة وضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور الأعزاء المحترمين، السيدة المهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أساتذتي الأفاضل وزملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية كلمتي أود أن أرحب بحضراتكم جميعاً في مؤتمر الإسكان العربي في دورته السابعة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سينعقد هنا في مصر أرض السلام وأرض الحضارة. أتوجه لسيادتكم جميعاً بالشكر على حضوركم الكريم المتميز لهذا الحدث العربي الهام، والذي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والارتقاء بالمسكن من خلال ترسيخ مفهوم المباني والمدن الذكية المستدامة في التنمية العمرانية وتوفير المسكن الملائم الذي يحقق جودة الحياة للمواطن العربي. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، توجه العالم والمنطقة العربية بشكل خاص خلال العقد الأخير إلى بناء مجتمع يملأه الإحساس بالرضا عن الحياة وإشباع الحاجات من خلال كفاية ورقي الخدمات المقدمة له والظروف البيئية الاجتماعية الملائمة المحيطة به، وذلك من خلال استحداث نمط جديد للبيئة المحيطة به من خلال مدينة جديدة أكثر تكنولوجيا، وهو ما أتى بفكر المدن الذكية كمنظومة متكاملة توظف وتستخدم تكنولوجيا في الحياة اليومية لتحسين جودة الحياة وكفاءة العمليات، وكذلك تتسم بالمرونة لتبني أحدث الحلول والتقنيات بالمستقبل، كما تم إعداد تشريعات وسياسات وأنظمة هندسية تساعد على انطلاق مشروع المدن الذكية في المدن والعواصم العربية. ولقد انتهت المؤتمرات العربية للإسكان في دوراتها السابقة بنجاحات كبيرة تدفعنا قدماً لبداية عظيمة نبدأ من خلالها العمل للدورة السابعة في مؤتمر الإسكان العربي. وهنا أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية على دعمهم ورعايتهم الكريمة للمؤتمر، وأشكر كل المؤسسات الدولية والمحلية المشاركة في دعم هذا الحدث العربي. يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من الدول العربية لعرض ما يزيد عن 6 محاضرات رئيسية، 19 ورقة وطنية، 65 بحثاً تقديمياً من 11 دولة عربية، وهو ما يجعل البرنامج الفني للمؤتمر واحداً من أقوى برامج المؤتمرات. أتمنى أن ينتج عن هذا الملتقى تواصلاً ومناقشات وتبادلاً للرؤى لوضع أفضل الحلول والآليات التي تساهم في انطلاقة جديدة لجميع الأطراف المشاركة في التنمية العمرانية نحو تطوير الآليات والسياسات والكودات بما يحقق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتنمية الذكية المستدامة، ويساهم في تحقيق جودة الحياة للمواطن العربي. أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة الحضور، أهلاً ومرحباً بحضراتكم مرة أخرى، وأتمنى المشاركة المثمرة في جلسات المؤتمر والاستمتاع بأوقاتكم في بلدكم الثاني مصر، والاستمتاع بما سيقدم في هذا المؤتمر الهام بإذن الله. ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر لكل اللجان التنظيمية والعلمية للمؤتمر على الجهد المبذول في إخراج هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف. ولضيوفنا الأعزاء، أتمنى لحضراتكم طيب الإقامة والعودة السالمة إلى أوطانكم بعد الاستمتاع بوطنكم الثاني مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.